بسم الله الرحمن الرحيم. المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا. سورة المرسلات. من مقاصد السورة: الوعيد للمكذبين بالويل يوم القيامة. التفسير: والمرسلات عرفا. أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس. فالعاصفات عصفا. وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب. والناشرات نشرا. وأقسم بالرياح التي تنشر المطر. فالفارقات فرقا. وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا. وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي. عذرا أو نذرا. تنزل بالوحي إعذارا من الله إلى الناس وإنذارا للناس من عذاب الله. إنما توعدون لواقع. إن الذي توعدون به من البعث والحساب والجزاء لواقع لا محالة. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوءها. وإذا السماء فرجت. وإذا السماء شقت لتنزل الملائكة منها. وإذا الجبال نسفت. وإذا الجبال اقتلعت من مكانها ففتتت حتى تصير هباء. وإذا الرسل أقتت. وإذا الرسل جمعت لوقت محدد. لأي يوم أجلت. ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممها. ليوم الفصل. ليوم الفصل بين العباد، فيتبين المحق من المبطل والسعيد من الشقي. وما أدراك ما يوم الفصل. وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسلها؟ ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم المكذبين من المتأخرين فنهلكهم كما أهلكناهم. كذلك نفعل بالمجرمين. مثل الإهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد الله بالعقاب للمجرمين. ألم نخلقكم من ماء مهين. ألم نخلقكم أيها الناس من ماء حقير قليل وهو النطفة؟ فجعلناه في قرار مكين. فجعلنا ذلك الماء المهين في مكان محروز وهو رحم المرأة. إلى قدر معلوم. إلى مدة معلومة هي مدة الحمل. فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا صفة المولود وقدره ولونه وغير ذلك، فنعم القادرون لذلك كله نحن. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بقدرة الله. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا؟ أحياء وأمواتا.
تضم أحياءهم بالسكن عليها وعمارتها وأمواتهم بالدفن فيها. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا فيها جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب عاليات، وأسقيناكم أيها الناس ماء عذبا، فمن خلق ذلك ليس عاجزا عن بعثكم. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بنعم الله عليهم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ويقال للمكذبين بما جاءت به رسلهم: سيروا أيها المكذبون إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. سيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق. لا ظليل ولا يغني من اللهب. ليس فيه برد الظلال ولا يمنع لهيب النار وحرها أن ينفذ إليكم. إنها ترمي بشرر كالقصر. إن النار تقذف بشرارات، كل شرارة مثل القصر في عظمها. كأنه جمالة صفر. كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها جمال سود. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بعذاب الله. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيئاتهم فيعتذرون إليه. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأخبار هذا اليوم. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل بين الخلائق، جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد. فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله فاحتالوا علي. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال أشجار الجنة الوارفة وعيون الماء العذبة الجارية. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون أكله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ويقال لهم: كلوا من الطيبات واشربوا شرابا هنيئا لا منغص فيه بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحات. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين لأعمالهم. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بما أعد الله للمتقين.
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويقال للمكذبين: كلوا وتمتعوا بملذات الحياة وقتا قليلا في الدنيا، إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم رسله مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بجزائهم يوم الدين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهؤلاء المكذبين صلوا لله لا يصلون له. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم فبأي حديث غيره يؤمنون؟